الفنانة الجميلة هند عبد الحليم أخدت الحقنة دي وعملت لها شلل في الأمعاء، وزي ما دكتور سامح قال في مشاكل كتير جدا بتحصل على الجهاز الهضمي. ليه في ناس بتحصل لهم كل هذه المشكلات؟ حضرتك شرحت احدى طرق عمل هذه الادويه اللي هي عن طريق المخ ان هي بتقلل الشهيه. هناك طريق اخر لعمل هذه الادويه ان هي بتعمل بطء في حركه الهضم وبتعمل بطء في حركه المعده، فبتخلي المعده بدل ما المعده بتفرغ الاكل اللي فيها عشان يتم اتمام عمليه الهضم والامتصاص بعد 3 ساعات، لا الفتره دي بتطول. فبالتالي بدل ما الشخص بيجوع كل 3 ساعات ويبقى عنده استعداد ياكل مرة تانية، لا ممكن يقعد 6 ساعات مثلا من غير ما ياكل. فدي احدى طرق عمل هذه الادوية. طبعا وجود شلل في المعدة ده يعتبر زي عرض جانبي نادر. لما انتشرت هذه المضاعفات اللي حصلت حديثا، الحقيقة ان انا دخلت اشوف كم هذه المضاعفات عالميا شكله ايه. نعرف الأول إن أحد هذه الأدوية من ضمن هذه الأدوية الثلاثة الشهيرة، واحد منهم هو مبيعاته في العالم نمرة 2 على مستوى العالم في جميع الأدوية، يعني يبقى 2، يعني قبل بالعالم أدوية كله الحموضة. يعاني من السمنة طبعا. طبعا. وبالتالي لما يكون المبيعات بهذا الشكل يبقى عدد اللي بيستخدموه ملايين الملايين، يبقى متوقع جدا ان يكون في هناك نسبه مضاعفات. ولكن خلينا نقول قبل ما نقول ان ده احد المضاعفات، ماذا يعطى في العيادات؟ حضرتك ذكرت هذا الموضوع، احنا عارفين ان في العيادات دلوقتي بيتاخد الحقن دي في بعض الناس عشان توفر في سعرها، لان هي في بعضها اللي هو اعلى واحد في النتيجه سعره مكلف جدا. ففي ناس عشان توفر هذا السعر بيجيبوا ازايز منها من بره ويبتدوا يحقنوا للمرضى في العيادات بتاعتهم. الجرعه قد ايه اللي بتتاخد؟ هل الدواء جاي سليم ولا لا؟ جاي منين؟ انتاجه منين؟ فين الضمير بقى لما دول دكاتره وبيعملوا كده؟ طب احنا بنقول خلينا نقول فين اشراف، يعني احنا محتاجين فين اشراف الرقابه. وبعض هذه المراكز ليست مراكز طبيه، عشان برضو احنا يعني اذا كان في اشراف مش مرخصه، على المراكز بتبقى مرخصه باي حاجه تانية وبيشتغلوا فيها طب عادي خالص. ان هي مش مراكز طبيه، في بعض الاحيان ليست مراكز طبيه على الاطلاق، وفي بعض الاحيان غير مرخصه على الاطلاق. فاحنا يعني ما بنبقاش عارفين. في ناس عندهم جساره والضمير ميت والنتيجة صحة الناس فعلا بتبقى مهددة وفي خطر كبير. عندنا لسه